أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعطى البنت من الزكاة إذا تزوجت وكانت محتاجة؟ زكاة والدها لا، ما تحل زكاة الوالد، ما تحل لولده، ولا العكس، زكاة الولد لوالده. لماذا؟ أليسوا حق الناس؟ إلا ولكن هؤلاء تجب نفقتهم على أبيهم أو على ابنهم، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. أنا أقول له: لا، يجب عليك الإنفاق على والدك، على والدك، يجب عليك الإنفاق على أولادك، فلا تجعل الزكاة وقاية عما يجب عليك. نعم.